الاحتفال بهويتنا المصرية. بحب كلمة الهوية المصرية عشان احنا المصريين عندنا هوية، يعني لينا كده كينونة قوية، ودي حاجة مهمة جدا. وعلشان كده محافظة الجيزة بدأت في مشروع مهم جدا. المشروع ايه؟ خاص بالهوية البصرية. يعني ايه الهوية البصرية؟ يعني الحاجة كده اللي احنا نشوفها وتأكد على انه ايوة دي هويتنا، موجودة فين؟ للطريق الدائري المؤدي للمتحف الكبير. المشروع ده ببساطة هيبقى مكتوب محطوط فيه صور ملوك مصر القديمة على البنايات. أولا هيبقى حاجة بديعة زي ما حضراتكم شايفين، فأنت بامتداد الطريق للمتحف وكأن أنت بدأت الرؤية وبدأت إنك تشوف العرض، وكأنك بتشوف موكب فرعوني كبير بيحتفل بالزوار والسائحين. فطول ما أنت ماشي عينك الهوية البصرية، عينك بتشوف حاجات حلوة تقدر تتمتع بيها، تقدر تشرح لأولادك، السائحين يقدروا كمان يستمتعوا، وتبقى عاملة زي الطريق يعني الممهد كده إلى أن يصل إلى المتحف، يكون كده حصل له هذه الشحنة البصرية رائعة الجمال. خليني أروح للسيد محمد نور الدين سكرتير عام مساعد محافظ الجيزة. مساء الخير يا فندم. نعم، مساء النور بحضرتك والساده المشاهدين والمستمعين يا فندم. يعني استاذ محمد، احنا بنشوف مع حضرتك على الشاشه بعض البنايات اللي عليها هذه الهويه البصريه، احكي لنا عن هذا المشروع. خلينا اقول لحضرتك يا فندم ان محافظه الجيزه بمساحتها الشاسعه والتي تمثل 3.8 مساحه الجمهوريه بحوالي 36589 كيلو متر مربع، ومشتركه في الحدود مع 11 محافظه بعدد 20 حي ومركز و48 وحدة محلية قروية تحت قيادة السيد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، شهدت في مجال الطرق محاور طولية وعرضية غير مسبوقة، دي بتوجيهات دولة السيد رئيس الوزراء وفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنها توسعات الطريق الدائري تنفيذ وزارة الدق في نطاق محافظة الجيزة غرب النيل بأحياء جنوب والعمرانية والطلبية. تمام. وما تبع التوسعات ذلك تطوير للعشوائيات والرؤية البصرية وتحسين الصورة الذهنية بالعقارات بجانبي الطريق الدائري بطول حوالي 14 كيلو متر بالاتجاهين من البحر الأعظم حتى المريوطين، وده بتصميم وإشراف كلية الهندسة جامعة القاهرة وتنفيذ شركة متخصصة اللي هي شركة وادي النيل للمقاولات والاستثمارات. يا فندم، مشروع تطوير الهوية البصرية وتحسين الصورة الذهنية للعقارات على الطريق الدائري ده طبعا زي ما قلتي حضرتك وأشرتي إنه إعدادا لافتتاح المتحف المصري الكبير طبعاً. وده حدث عالمي طبعا. طبعا هي متعة، الدائري ده هي متعة بصرية لو أنا سايق وماشي وبتفرج طبعاً. طيب، في جدل كده أستاذ محمد، يعني هذا الجدل كان بيقال إن هذه الرسومات يعني تتبع ايضا لناس تانية او طلاب او مشروعات اخرى. لا، انا عايز اقول يعني هذا الجدل برضو يا ريت نوضحه. انا عايز اقول لحضرتك ان هو كان في رؤيه للسيد المحافظ والسيد دوله رئيس الوزراء لتطوير ذلك على الطريق الدائري، والرؤيه دي طبعا حط ليها التصميم الهندسي الفني كليه الهندسه جامعه القاهره، واشتملت على المحاور الاتيه. اولا، في اراضي فاضيه هيتم استغلال الاراضي الفاضيه اللي على جانبي الطريق الدائري دي كمناطق خضراء مظلله باشجار طبيعيه متوافقه مع طبيعه الموقع لخدمه المواطنين. تمام. تحديد برضو على العقارات مجموعه من الالوان والخامات المتجانسه لتشطيب الواجهات هيساهم في تشكيل الهويه العمرانيه والمعماريه للمنطقه. هو واضح الحقيقه في الصوره. طب الجدل ده جه منين؟ لسه كمان احنا من ضمن المحاور في استغلال الحوائط المصمطة دي في الواجهات للتأكيد على الهوية المصرية القديمة والتعريف بملوك وحكام مصر الفرعونية، وذلك من خلال اللوحات اللي سيادتك شايفاها على الصورة معروضة، واللوحات دي هتكون طبعا مضيئة مع استخدام خامات مقاومة للعوامل الجوية المختلفة، ووضع باركود على كل لوحة. هتلاقيه سيادتك فيه باركود على كل لوحة، ده بيحدد الموقع وطريق الوصول للمتحف المصري الجديد. تمام. طيب، والباركود كمان واضح. طب يا فندم، النهارده كان في بيان ايضا بيؤكد بانه هذه النماذج مجرد نماذج، يعني لسه في الاول، يعني لم تكن، مش هتكون هي تجريبيه ومش هي النماذج النهائيه يعني بشكل كبير. لا، انا عايز اقول لحضرتك انه النماذج دي اتعمل منها نموذج معين في نوفمبر الماضي.
23 والسيد دولة رئيس الوزراء والسيد المحافظ والمحافظين تفقدوا النموذج اللي تم اعتماده واللي احنا شغالين عليه دلوقتي، وده طبعا الشركة شغالة وتم التنفيذ. يعني إذا هي البيان ذكر إن هي نماذج تجريبية، هي تجريبية ولا نهائية؟ لا نهائية يا فندم، حاليا نهائية. احنا عملنا التجريبي في نوفمبر وحاليا دي نماذج نهائية، ونسبة التنفيذ حتى الآن بحوالي 50%. الهوية أقول لك إنه الأعمال اللي بتتم دي مش هي بس الأعمال للتطوير والصورة البصرية على الهوية الذهنية والبصرية للعقارات، ولكن هناك تطوير أيضا في المنطقة نفسها. أكيد. برفع كفاءة المحاور الرئيسية، الطريق الدائري على جانبي الطريق الدائري ما كانش فيه طريق أساسا، دلوقتي في طريق طبعا هيتم إنشاؤه بجوار العقارات مرصوف على أعلى مستوى. مش كده بس، المناطق الداخلية للمنطقة هيتم رصفها، إنه محافظة الجيزة شاهد تطوير غير مسبوق يا فندم. أكيد إحنا كلنا ثقة بإنه طبعاً المتحف الكبير والطرق المؤدية والأبنية ويتم استغلالها بهوية بصرية، ده شيء جميل. نتمنى التوفيق بإذن الله، وإن شاء الله مع افتتاح المتحف الكبير نهائياً بشكل كبير، وكمان الناس وهي ماشية هيكون الهوية البصرية ممتعة بالنسبة لهم. أستاذ محمد نور الدين سكرتير عام مساعد محافظ الجيزة، أشكرك شكراً جزيلاً على كل هذه التفاصيل.